ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ودلوقتي حوارنا عبر زوم مع الكابتن عمرو الحلواني لاعب الاهلي ومنتخب مصر السابق. عمرو الحلواني يعني 348 مباراه في الدوري المصري الممتاز و48 هدف و54 اسيست. ارقام عمرو الحلواني اللي بدا من النادي الاهلي اللي توج معاه بالدوري وكاس مصر والسوبر الافريقي واحترف في اليونان وعاد لنادي الانبي عشان يلعب معاه 10 سنين ولعب لانديه تانية زي حرس الحدود واسوان والاسماعيلي، والسنه دي اعلن اعتزاله في ملعب اسوان قبل مباراه الاهلي ونال تحيه الجماهير. اهلا بيك يا عمرو معانا على شاشه قناه النادي الاهلي، طبعا متشرف بيك. عبد الرحمن ازيك يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ طمنا عليك. مبروك البرنامج يا حبيبي، ودايما من نجاح لنجاح، وانا فخور ان انا في قناه النادي الاهلي. ده احنا اللي فخورين بوجودك معانا حبيبي والله. انت من الناس اللي ما عليهاش لا مشكله اخلاقيه ولا سمعنا عنك اي مشكله حصلت في تاريخك كله. خرجت من النادي الاهلي، انا عارف في الظروف اللي انت خرجت بيها من النادي الاهلي، انت حظك طلعت كان جيلبرتو ومحمد عبد الوهاب موجودين، رغم ان انت كنت طالع انت وحسام عاشور بس. انا فاكر من الناشئين كان مانويل جوزيه اختارك انت وحسام عاشور بس يعني. ففعلا انت ما سمعتش مشكله ليك، بس كلمني بقى عن احساسك يوم ماتش الاهلي واسوان في الملعب وانت بتتكرم باعتزالك من النادي الاهلي. الحمد لله طبعا عبد الرحمن على كل حاجه. طبعا اليوم بالنسبه لي مش هيتنسي ابدا. انا اخترت ماتش في اسوان والنادي الاهلي عشان خاطر انا لعبت في اسوان السنه اللي فاتت وعملت موسم استثنائي، وطبعا كان سبب شرطي في اعضاء مجلس الاداره بتاع اسوان اشكرهم كلهم بلا استثناء، وقفوا جنبي جدا. كان شرطي ان انا اخر الماتش ليا قدام النادي الاهلي اللي هو بيتي اللي انا اتربيت فيه، وكنت سعيد جدا اليوم ده. كان فيه جمهور كتير قوي عبد الرحمن، وجمهور اسوان الناس بصراحه بيحبوني جدا وانا بحبهم وبعزهم جدا، وكمان اتفاجئت بجمهور النادي الاهلي العظيم. الحاجه جميله جدا لما رحت لهم وحييتهم كل الناس بصراحه. عبد الرحمن حيتني وندد عليا، وده يعني حاجه يعني سعيد بيها جدا. جمهور النادي الاهلي بيند عليا والحمد لله فاكرني، وانا بحب النادي الاهلي وده بيتي. وكنت سعيد قوي لما الجمهور قعد يند عليا مره واثنين وثلاثه، وده مش حاجه جديده على النادي الاهلي ولا جمهور النادي الاهلي اللي هو بيحب ولاده وبيحب الناس اللي هناك في النادي الاهلي ولعبت بجد وانتمت للنادي الاهلي. طب انت فعلا من ولاد النادي الاهلي، ده ينطبق عليك لان انت في النادي الاهلي من وانت عندك 10 سنين يعني، وكابتن فريق فرقتك وانا شاهد على ده يعني. انا عارف انت بدات ازاي في النادي الاهلي، بس انا عايزك تكلمني عن بدايتك في النادي الاهلي وازاي اصلا دخلت النادي الاهلي في عمر صغير كده. كنت بلعب في الشارع عادي، وكان في اختبارات في النادي الاهلي وكان عندي 10 سنين. كان ساعتها كابتن ليني شيرين هو مدير قطاع الناشئين وكابتن صبحي حليم الله يرحمه، فعملت اختبارات والحمد لله يعني عملت كل الاختبارات ونجحت ودخلت سن ال 10 سنين. كان كابتن علاء هو المدير الفني، وتطرقت بقى في الناشئين كلها مع كابتن بدر رجب، مع مستر كروفر، مع كابتن محمد السيد، مع كابتن محمد وهبه، مع كابتن حسام البدري، مع كابتن ضياء السيد، مع كابتن عبد الله الشافي، مع كابتن ماهر همام. مرنت مع اسماء كبيره كلها، مفيش ولا اسم معدي بالراحه كده. طبعا ده دول النادي الاهلي ساعتها زمان كان بينقي احسن ناس وافضل ناس، عشان احنا كان ساعتها كابتن صالح سليم الله يرحمه كان بيجي لنا كتير جدا جدا. عبد الرحمن في ايوه فاكر طبعا، كان دايما يقول لنا انا باجي، كان دايما يقول لنا انا باجي لكم كتير عشان انتوا الاساس وانتوا المستقبل. اللعيبه بتاع الفريق الاول طبعا عارفين هم بيعملوا ايه، انتوا لسه صغيرين فلازم نعمل قصص اللي هو تحب النادي الاهلي ازاي وتعيش على السيستم بتاع النادي الاهلي ازاي. فبصراحه انا اتعلمت كتير جدا جدا، وكان افضل مدربين في مصر ساعتها كان بيمرنونا عبد الرحمن. طيب كان موجود وده زي طبعا والدي طبعا، الناس ما تعرفش اللي كابتن احمد ناجي. لا انت اخويا طبعا، دي كده كده يعني. طبعا عشرة عمر عبد الرحمن انت متربي معانا طبعا، ربنا يخليك. كابتن احمد ناجي الناس ما تعرفوش اللي كابتن احمد ناجي واقف جنبي في موضوع الصعود الفريق الاول، عشان كان ساعتها ماسك مع مستر مانويل جوزيه. لا استنى بقى، انا عايزك تكلمني عن نقطه انت بتطلع من الناشئين انت وحسام عاشور بس يعني. كان ساعتها مستر مانويل جوزيه بيعتمد على ان هو يجيب لعيبه من بره اكتر كمان، انا فاكر كويس يعني. قول لي بقى اليوم اللي انت عرفت فيه ان انت طالع من الناشئين، وكان السبب طلوعك ايه في الماتش اللي اتفرجوا عليه كان ايه؟ اكيد انت فاكر الكلام ده كله يعني. طبعا طبعا فاكر كل حاجه. كنت انا جاي من منتخب الشباب، وكان ساعتها مستر مانويل جوزيه مسك في 2004 شهر 1 2004 كان في بطوله الامم الافريقيه في تونس. كان ساعتها كابتن محسن صالح هو المدير الفني المنتخب مصر، كان في توقف حوالي شهر ونص. فانا كنت ساعتها جاي من منتخب الشباب، كان عندي 18 سنه بالظبط، وكان في ماتشات مع الفرق ال 20 سنه، كنت مصعد مع 20 سنه. ومستر مانويل جوزيه طلب من كابتن فتحي مبروك كان هو المدير الفني يلعب ماتشات وديه في مختار الكيتش، عشان كابتن مستر مانويل جوزيه اتفرج على اللعيبه كويس جدا يعني. كان في ماتشات وديه كتير، كان فرق مع الكونغو. اول ماتش ليا كان ساعتها باك ليفت،
الحمد لله عملت ماتش مميز جدا عبد الرحمن، وعملت جول وعملت ماتش الحمد لله. كان كل ساعتها كان في جمهور ساعتها بيتفرج على الماتشات بتاعتنا، كل الناس اتكلمت عليا كويس جدا ساعتها. كان من طبعا كان بيتفرج على الماتش، هو كابتن احمد ناجي وكان حسام البدري وكان حسام عرابي ساعتها كروب، كان مسكين الفريق الاول. بعدها بثلاث ايام كان عندنا ماتش ودي برده مع فرقه من تشيك، الحمد لله عملت ماتش كويس قوي وجبت جول. بدا مستر مايو جوزيه ياخد باله مني قوي يعني، وسال عليا كويس جدا كابتن احمد ناجي عشان هو كان مدربي في كان في الفرقة الناشئين بتاعتك، طبعا، كان ماسك الفرقة خمسه بتاعتك طبعا الناشئين. طبعا كان ماسك الفرقه بتاعتي حوالي 4 5 سنين، فكان عارفني كويس جدا. فهو اتكلم مستر مايو جوزيه قال له اللعيب يعني الحمد لله عنده شخصيه ولعيب مميز في بتاع ناشئين طول المراحل السنيه ولعيب منتخبات. لعبنا الدوري مع كابتن فتحي مبروك قدام الزمالك وقدام الاسماعيلي، مستر مايو جوزيه اتفرج على الماتشات دي كلها. ف ساعتها كان كابتن بطل الله يرحمه موجود في الفريق الاول. انا كنت كان يوم جمعه، انا فاكر كويس جدا، كان يوم جمعه وانا قاعد الصراحه ونايم ونايم. كان ساعتها حد من الصراحه اللي شغالين لقيته صراحة مصحيني الناشئين مكتوب في صراحه الناشئين مكتوب بالبولت العريض عبد الرحمن تصعيد عمرو الحلواني للفريق الاول. طبعا انا ما كنتش مصدق، ويعني فرحان فرح ما نمتش تاني، ويعني فرحان فرح غير طبيعي. يعني مش مصدق ان انا اطلع على الفريق الاول. ساعتها كان الاداريين كابتن عماد الامام الله يرحمه كلمني في التليفون وقال لي انت معانا بكره في التمرين. رحت لقيت كابتن صد بطل مستنيني ومستر مانو جوزيه وكابتن حسام البدري وكابتن احمد ناجي وكل طب قول الناس. لي بس، انت طلعت كان المجموعه بتاعت اللعيبه، بس وضح للناس انت كنت طالع في وسط مين؟ يعني سيبك، احنا قلنا جلبرتو وابو وهاب دول الباك ليفت، انت طالع بقى في وسط مين فوق بقى؟ طالع وسط عمالقه، كان ساعتها كابتن محمد عماره، كابتن محمد جوده، كابتن رضا شحاته، كابتن خالد ديب، كابتن سامح حفيظ، كابتن هادي خشبه، كابتن محمد شوقي، كابتن ياسر رضوان، كان ساعتها كابتن امير عبد الحميد. كان كل الجيل ده، كل الجيل ده كان موجود. كانت لعيبه كبيره جدا، كابتن خالد بيبو طبعا كان موجود ساعتها. كان كل الناس دي كانت موجوده، فاتمرنت معاهم والحمد لله. يعني مستر مانو جوزيه كان اول يوم انا وحسام عاشور بصراحه لما عمل اجتماع اتكلم علينا كويس جدا قدام الثقه، قال لك الولاد دول لعيبه صغيرين، لعيبه عندهم شخصيه، فدول ساعدوهم وقفوا جنبهم. بصراحه الكلام ده ادانا دافع كبير جدا، وكملنا معاهم حوالي سنتين وشويه في الفريق الاول بالنسبه لي انا.